عسلامة ومرحبا بكم في كل فيديو جديد. إن شاء الله تكونوا لاباس وفي صحة جيدة. في الفترة الأخيرة ركزت باش على تصوير السيارات الكهربائية وكانت تركز أكثر، صورت لكم SUV كبير، SUV صغير، SUV متوسط، كهربة على ليفيرزون كومباكت، وآخر كهربة صورتها لكم هي كتكوتة الأيقونة الإيطالية الفيات 500 الكهربائية، واليوم جبت لكم المنافسة نتاعها في الاتحاد الأوروبي. إي نعم، الكهربة هذه تنافس برشا في الاتحاد الأوروبي وعلى رأسهم فرنسا. هاك علاش الفيديو هذا موجه برشا للمتابعين اللي تبعوا فيا توانسة ولا أن أي جنسية اللي يعيشوا في داخل الاتحاد الأوروبي ويحبوا يهبطوا كهربة لبلدانهم الأصلية. دونك الكهربة هذه تنافس برشا من ناحية السعر، من ناحية الجودة، من ناحية برشا حاجات، وبالطبع الماركة اللي معنا اليوم صينية. دونك باش نكتشفوا أكثر الماركة، تاريخها، شنو عملت الماركة هذه، شنو هي الموديل هذا، ايش فيه، قداش الأوتونومية مدى القيادة نتاعها، شنو هي الكويسونس الموتور نتاعها، الكل باش نحكيو عليهم في الفيديو هذايا إن شاء الله. قبل ما نبداو اشتراكك في القناة ومهم على الآخر باش نجمو نقدموا محتوى كيف من هكا، وكان تحب تتابع كل جديد على السيارات ولا عندك أي سؤال تبعث لنا تلقى في الديسكريبشن لوطا كل معلومات الاتصال. يلا بينا ليتس جو. بما أنها أول تجربة عربية الكهرباء وأنا متأكد أنت 90% ما ريش الكهرباء قبل، دونك نسينا نحكيو على تاريخ الماركة وشنو هي الماركة قبل ما نحكيو على الموديل هذا شنو هو فيه. باهي، الماركة اللي معنا اليوم اسمها ليب موتور، ماركة صينية تنشأت عام 2015 ومن بعد خرجت أول موديل لها اسمه S01. الموديل هذايا دخلوها بعضها برشا موديل رياضي على صغرون على كذا، ما نجحش بالكل بالكل، عملوا هكا واخروا خطوه التالي وشافوا شنو هي فما في السوق، شنو هي نجموا نقدموا وكيفاش نجموا نتوسعوا. عام 2017 بعد ما عملوا شراكه مع شركه فاو الصينيه اللي هي زاد عندنا في تونس تبيع واللي تبيع زاد في برشا اسواق اخرين، قرروا انه باش يخرجوا ثلاثه موديلات مختلفين، فئه تاع ميني ستادين، فئه تاع اس يو في صغرون، وفئه تاع سيدان كوبي هكا رياضي. دونك وهذا اصغر موديل ولا اول موديل عندهم بعد ما تواو الصفحه من جديد، اسمه ليب موتور T03 T03 T03. وموديل كونسيديري انه يكون ميني ستادين اقتصاديه محدوده الاستعمال، شباب والا عائله صغيره بالكدا. كما قلت لك الكهرباء توا قد تبيع في الاتحاد الاوروبي، معناتها مرخصه انها تدور في الاتحاد الاوروبي تتباع غادي. دونك الكهرباء ضمن المواصفات الاوروبيه، دونك من ناحيه السلامه والجوده لا نقاش في هذا، مش معناتها هي التوب لكن لا نقاش، لكن فما اكيا ادنى لادنى مستوى الادنى نتاع المواصفات الاوروبيه موجود فيها. دونك هذا باش نكتشفوه اكثر في الدخلاني في البراني نتاعها. باهي، ومن هنا كما قلت لكم الكهرباء هذيا بعد ما صورت لكم المنافسه نتاعها فيات 500، على خاطر الكهرباء هذيا تنافس فيات 500، تنافس داسيا سبرينغ. أنا تقول لي شنو هي داسيا سبرينغ؟ كانت تخرج فيها من تونس، داسيا سبرينغ هي نفسها الرونو كويد وتنافس زادا الرونو زوي، زوي الكهربائية. دونك باهي، من قدام مش عندنا؟ من قدام فما حاجة باش نبدا المرة هذه باش نبدا بنقد للكهرباء، أما مش الكهرباء هذه بالذات بإنما للسيارات الكهربائية اللي فيها من الحاجة هذه واللي هي البورن تاع الريشارج نتاعها من هون جاية من قدام. لو الله لا يقدر كان يصير أكسيدون، المشكلة مش إنه في صار أكسيدون، المشكلة إنه الكهرباء ما عادش تنجم تتشارجها، خاطر كان يصير أكسيدون اوتو كيفاش هي ديجا المساحه صغيره على الاخر وكهرباء صغيره بالكدا. دونك الشارجور الباصه تاع الشارج باش تمس دايركتلي، فهمت؟ دونك الحكايه ماشي تكون عمليه، نحلها لكم من هنا. عندنا فيها الدوبل الشحن السريع وشحن الباطيه باش نحكي لكم عليهم بالتفاصيل هذوما في تجربه القياده من بعد. دونك هذيك الحكايه خاطر برشا يعملوا فيها، هيونداي تعمل فيها، برشا مصنعين اخرين يعملوا فيها، وهي حاجه ماهيش عمليه بالكل، حاجه برك تنفعك هذه الحكايه انك انت تكون قريب للشارجور، قرب على الشارجور هذيك هي الباقيه، كان تصير اكسيدون انت باش تضر اكثر منك من اي حاجه اخرى. باهي، من قدام كيما تعرف سياره كهربائيه، دونك هذه ممسوحه اما باش ما يخليوش كهرباء غريبه تبان غريبه في الكيس، دونك هذه خليها محلوله شوي، شفت؟ رغم اللي راه ما استحقوش، هذه ماهيش عمليه، هذه حكايه ديزاين، خليها محلوله شوي. باهي، من هنا كيما قلت لك الكهرباء متواضعه اقتصاديه اما لازمها تنافس زاده خاطرها محطوطه مع كراها بتاريخهم فيات 500، رونو زوي، رونو توينجو، داسيا سبرينغ، رونو كويز ولا حاجه. دونك لهنا عندنا الاضواء نتاعها ديريكسيونيل مش خايبين بالكل، هنا عندنا الرادار من قدام ما فيهاش اضواء ضباب وانما فيها البيانو بلاك، نوع شويه شويه بلاستيك على شويه بيانو بلاك على شويه كذا، فهمت؟ لهنا كي بلاستيك كي موش خاي، ولهنا اخذ كيفاه على اساس فيها على اساس فيها هكا تاع شو اسمه هذاك ادابتيف كروز كنترول، هي ما فيهاش جوست بلاستيك هاو، ممكن يعملوها في الفيس ليفت رغم انه راه باش نقول لكم حاجه شفت تراو فيها معايا اليوم، هي نفسها اللي تراها في فرنسا، نفسها اللي تراها في تركيا، نفسها اللي تراها في فلسطين، معناتها في الدول اللي بدات تبيع فيهم، ونفسها اللي باش تراها من بعد، خاطر هما عملوا كان فيرسيون وحده كهو. باهي، وبهذا وحاجه اخرى كيف فيها من كثر ما يصغروها الكهرباء اخضر فيها اس كلاس واحده. دونك اللي فيها يعني باليه واحده، باليه واحده تدور، شفتها؟ معناتها برسم الكهرباء كتكوته ماهيش خايبه تنجم تشيخ عليها اذا توافق الاستعمال نتاعك. شفنا تو القدامي، خلينا نشوفوا عجنب تو. عجنب طولها 3.62 متر، كما قلت لك صغرون تحت 4 متر، تدخل في جراج تدور وسط البلاد. دونك تو انت بديت بشوي بشوي تفهم الاستعمال تاع الكهرباء هذيا، اما الحديث هذايا باش نفصلوا اكثر في تجربه القياده من بعد. خلينا نشوفوا شنو واحد مع عجنب. عجنب عندنا الكوب نفس اللون تاع
الكهرباء. تشوفوا من هنا تشوفوا واحده جري وراها واحده بيضه واحده وراها جري، دونك شوفوا فرق الالوان من غادي. دخول بالمفتاح والا زاد تنجم تكون زاد تخدم وتخدم من غير مفتاح بالطبع. جنوط تاعنا جنوط 15 انش، والحاجه الباهيه اللي عجبتني رغم انها صغرونه، فران ديسك من قدام ومن تالي، هذه حاجه باهيه بالكدا. والبيانو بلاك حطوه في بلاصه الاضواء الضبابيه وكملوه هوني في الريتروفيزور نتاعها، والريتروفيزور نتاعها رابطابل. شفت كيفاش كهرباء صغرونه، الا انهم ما قصروش في الاوبشن على خاطر هذه حاجه باش تخليهم ينافسوا بالكدا. هذا بالنسبه للجناب نتاعها. تو خلينا نشوفوا التيلاني. التيلاني خليت لكم لونجل هذايا، حبيتكم تشوفوا زوز الوان وزوز تيلاني فرد وقت. باهي انا الحق بالنسبه للتيلاني هو شوف راه من الاخر كي نعطيك نشوفوا نلقاو التصميم اضواء يقرا، نجم يكون انا عجبتني انت ما عجبتك، نجم يكون انا ما عجبتنيش انت عجبتك، انا بالتالي صراحه ما عجبتنيش، لكن نشوف انه كماركه جديده 2015 معناتها تو ومازالت كي بديت، وهذا اول موديل رسمي لها خلينا نقولوا، خاطر الموديل الاخر كما قلت لك خلويز وكل، دونك نتصور بشوي بشوي نجم يتحسنوا. حاجه اخرى حتى كي تشوف تو موديلاتهم الاخرين برسمي تو تكتب شنو عندهم موديلات اخرين، راهو حاجه اخرى برسمي راهو انساها، هذه عباره عملوا حاجه اخرى كيما جيلي عملت، جيلي قبل وجيلي توا قاعدين يعملوا في نفس التماشي. من تالي ايش عندنا؟ البيانو بلاك حبوه برشا، سمعت السين قال لك انا شيخ تعليم نحب نحطه برشا، شو داير بالضوء من هنا ويكمل من هنا ويمشي يدور بالضوء من غادي، ومن هنا نلقاو كتيبه ليب موتور، اوكي معموله بالكروماج حق الكتيبه بدائيه على الاخر، كانوا نجموا يعملوا ما احسن لكن سافا مش خايبه. وتحتها عندنا الكاميرا نتاعها، اي نعم الكهرباء فيها كاميرا مش 360 درجه، مش لك الدرجه على خاطر ديجا الكهرباء صغيره ما تستحقش 360 درجه، وانما فيها الكاميرا تنشوف الجوده نتاعها من داخل من بعد. الرادار كيما عندنا الرادار من قدام عندنا الرادار من تالي، وعندنا من هنا اضواء ضمم، بما انهم مواجهه الاتحاد الاوروبي اضواء ضمم لازم يكونوا موجودين وباهين بالكدا. هذا هو بالنسبه للتلاني نتاعها، وشوف الفرق مثال كان هي تبدا الكهرباء بيضاء مثال كلمه تي 03 تكون بالاحمر، وكان تبدا الكهرباء اجري كلمه تي 03 تكون بالكروماج، لا احمر لا ابيض تكون بالكروماج ضربه واحده، دونك موسعين بالها من ناحيه التسميه حسب لون التسميه حسب اللون نتاع الكهرباء. هذا بالنسبه للتلين نتاع الكهرباء. وشوفوا من هنا بالبلاستيك باهي، هذا بالبلاستيك خير من يبدا طوله، وهذا كل بالنسبه للتلين نتاعها. خلينا نشوفوا توا المال نتاعها. كانك عامل ابوني للقناه وتتبع فيها عندك برشا باش تعرف لينا ديما قبل المال نوريك المفتاح نتاعها. اذا شفت توا معايا المفتاح نتاعها الحقيقه ما حبيتش نحلو خاطر الكهرباء ديجا جديده 0 كيلومتر، معناتها هما ديجا مسكرينها، ما حبيتش نحلو خاطر فما ان شاء الله يكون واحد ياخذها، دونك خليها تكون كي قرطاس جديده. اما حاولوا شوفوا معايا المفتاح اول حاجه كبير بلاستيكي وخفيف برشا، فيه كي فيه دوره ان شاء الله قاعدين تشوفوا طلع نعمل لكم زوم، دونك في دوره هكا هاي هكا، وفي اربع فلس، فلسه من هنا تاع الحلين، فلسه من هنا تاع التسكير، وفلسه من هنا نتاع المال نتاع الكهرباء، وفلسه من هنا نتاع الزماره تنزل عليها جوج زمره كهو، ما نعرفش عليها حطوها الله اعلم، انا ما عرفت زدت عليها نسخايبها نعرفش انا تاع اي حاجه اخرى، يا اخي ولاد زمر والزمره تاعها قويه ما شاء الله. دونك لهنا حلين تسكير والمال. بالنسبه للمال دونك تبقى تنزل عليه يعمل لك الحس تهزه. بالنسبة توا للمال نتاعها باهي، بالنسبة للحمولة نتاعو هكا 210 إيترا، وهكا يوصل 500 إيترا، معناتها كي نمشيو البونكيت يوصل 500 إيترا، والبونكيت بالطبع الكهرباء صغيرة تتوى مرة واحدة مش واحدة على ثلاثة، اثنين على ثلاثة، وتجي من هنا وتتواها، وكلها مغلفة من هنا، ما قصروا في حتى شيء، حتى في الديتاي صغار كل شيء مغلف، معناتها بالرسمي أبدعوا من حكاية العملية نتاع الكهرباء، علاش قلت لك الجودة والسكيورتي حاجة لا نقاش فيها ما دامها باش تمشي للاتحاد الاوروبي. ومن هنا شوف كيفاش اكي حاصل، شوف كيفاش مسكر هكا من هنا مثلا في ظاهر الكهرباء اللي ما تنجمش تحمل حاجات اكي جايين بالعرض ورزان. اما شوف أنا هنا الحاجه اللي عجبتني انهم رغم اني كهرباء صغيره انهم يحبوا يردوها عمليه بالسيف، فهمت؟ رغم اني مال صغير فيه كروشي على اليمين وكروشي على اليسار، وفيه نتاع التهويه نتاع المال، المال يدخل له هو رغم اللي صغرون راه حتى في ليجه كبيره ما تجيش فيه راه من الاخر، فهمت؟ باهي. وبالنسبه من هنا كله مغلف، يعني بالرسمي حاجه عجبتني ها، حتى هذه مغلفه، هذه مغلفه، لهنا كي تعب باش تحل المال وانت لداخل، كي كنت عرفت عقلي كنت حصرت لداخل ولا حاجه باش تحل المال، معناتها باش تحل المال وانت لداخل مش من برا، لهنا باش تهبط المال، لهنا كل شيء مغلف، بالرسمي حتى من هنا كل شيء مغلف، ما نخليه حتى شيء معري، عندنا فيه ضوء زاد المال، فيه ضوء واحد، بالرسمي معناتها كل شيء مغلف، لهنا ها فيها تريانجل دو بريزيناليزاسيون، معناتها ما قصروا في حتى شيء، وحتى هذه من هنا مغلفه بالكدا، تنوريها لكم من برا ليه؟ مغلفه بالكدا. اما جيست حاجه بركه خلينا نشوف فيها رود سكور ولا لا، ما فيهاش رود سكور حسب ما فهمت، قال ديجا الواحده هابطه على الاخر، التبي هذه هابطه على الاخر وما تطلعش ديجا، دونك ما فيهاش رود سكور، وهذا كله بالنسبه للمان نتاعها. يلا نشوف توا الدخلاني. باهي نجيو توا للدخلاني نتاعها. باهي اول حاجه بالنسبه للسباس الحقيقه الكرسي ما حركتوش، لا وخرته الاخر لا حصل، خليته في البوزيسيون اللي كان فيها، واللي كان معناتها البوزيسيون اللي كان فيها هي البوزيسيون نتاع السياقه نتاعي. باهي باش نقول لك راهي كبيره من تالي، لا ماهيش كبيره من تالي، نتصورها تحمل زوج من الناس ادولت ماكسيموم. حاجه عجبتني اخزر بالنسبه من هنا تاع من هنا المسافه تاع الراس من هنا باهيه برشا، انا طولي 178 المسافه تاع الراس باهيه برشا، ومن هنا المسافه تاع الركيب زاد باهيه بالكدا. نمشيو تاع الكونتر بورت، الكونتر بورت من تالي
ما قصروش فيه برشا الحقيقه، فيه كل شيء اش تستحق فيه، الفيتر الالكتريك فيه، الكوبه فيه، اقجار زاده موش خايب، اقجار متوسط، وفيه زاده لوت بيرلر معناتها، وموش مغلب بالقماش ولا حاجه، وانما عملوا لك البلاستيك المزين، فهمت شفتي؟ ما تحسش هي ستاندر برشا، دونك بلاستيك مزين، اما يوجع لك يديك صراحه كي تحط عليه يديك المسافه طويله ولا حتى كي تحط شويه. باهي بالنسبه للسياره الكهربائيه ما فيهاش تونيل، ما غير هنا طالعه شويه ما فهمتش عليه، نعديو بلاصه الوسطانيه. اي بس الوسطانيه ما نجموش يقعدوا بعد زاد بيل، دونك بس الوسطانيه لازم تكون تاع وحي تصغرون، ومن هنا عندك واحده كاي منين تحط ابو زمان، اوكي ما تكونش ابو زمان كبيره والا قهوه ولا حاجه بورت قبليه معناتها تصغرون حامل اكواب صغيره، ومن هنا تحس اصلا دازه، فهمت كيما قلت لكم ديجا هي شوفوا ديجا لازم نفهموا التوجه نتاعها، ديجا هي فيها دورو بوستيت معناتها دار زوز اديو تقعدوا فيها ولد واللي في وسط صغرون. باهي وبالنسبه لهنا زاد فيها ليزوفيكس، دونك هنا قلت لك حسب الاستعمال تاعها نجم زاد بيبي يقعد فيها، الفوق ما فيهاش بلافونيه حاجه عاديه لانها كهرباء صغرونه. باهي هذا بالنسبه للتنين تاعها. كيفاش القدامي؟ القدامي افخم من القدامي صراحه، رغم انه نعاود نذكركم الكاتيجوري هذه هي الميني سيتادين. نبداو اكثر حاجه عجبتني في الكهرباء، ممكن انت تو تراها ديتاي صغير معناتها حاجه صغيره بالكل، الا انه في الكاتيجوري هذه خاطر انا صورت برشا كراها في الكاتيجوري هذه، انا ما ريتهاش حتى في ماركت غير صينيه، هي واللي هي اللي الكونتروبورت نتاعها مغلف. اي نعم الكونتربورت نتاعها القديم مغلف كله بالقماش وزيد بالسيربيكير معناتها عاملينه طرف فخامه الكل مغلف، انت تقعد تحس روحك انت مش كمين ستادين معناتها باهيه برشا. كات فيتر الكتريك تسكير شبابك تسكير بيبان ريتروفيزور الكتريك ريتروفيزور رابطابل البلاستيك من هنا جاي بعريض شويه هكا يحسك يحسك اللي انت معناتها حسك الكهرباء ماهيش شكل واحد يدخل فيك طول يدخل فيك معناتها بس ما تحسك الكهرباء شينه شويه معناتها شويه شويه فما جوده فما جوده في الحكايه. ونزيدك حاجه اخرى نزيدك من شعر بيت اللي فيها فان دو باركينج الكتروني، ومن هنا عندك وين تحط المفتاح تاع الكهرباء ولا ستيل ولا حاجه، حاجه جايه بالطور رونجمون جايه بالطور. باهي الحاجه البيز اللي عجبتني انه الباساج ما بينات اللي سوق واللي بحذايا الباساج نمي يصير من غير ما تهبط معناتها الباساج يصير من هنا فارغه من هنا فهمت. دونك اما في بلاصتها اش عملوا؟ انه الباساج هذا خليوه يكون باساج تعدى وحاجه عمليه واللي هي كي ننزل انا هوني يخرج لي حامل اكواب يخرج لي بورت قبلي من هنا واللي هي حاجه باهيه بلاك دي، اما انانيين عندك بورت قبلي واحده كهو الاخر ما يشربش معك ولا يستناك تكمل. من هنا عندي رانجمون صغرون موش خايب، ممكن كان ينجم يكون شارج اندكسيون اما مش يوصلوا للمرحله هذه خاصه انهم اول موديل تو به الصفحه. اما من هنا كي تحل هذه عندك واحده يو اس بي واحده اليوم سيجاريت نفس تستعمل هذا يو اس بي كابتن يو اس بي وواحده فاست شارجر باش تشارجي شحن سريع. باهي ومن هنا عندنا دو زيكرون، بما انه ما تعرف انتم السين متطورين برشا من ناحيه التكنولوجيا تاع الشاشه، دونك هو اصلا انه يحط لك اكران خير من انه يعمل لك ها كونتور ها كونتور ها وبره ها وكذا فهمت الحكايه تكلف له اقل. دونك لناش عملوا ما وسعوش بالهم برشا، قال لك حط تابلت هوني تابلت هوني تابلت 10 انش ديس بوس هوني تابلت 8 انش ويت بوس من هوني التابلت من هوني بتبيع باش تتحكم فيها في الراديو نتاع الكهرباء عندك فيها كل شيء. دونك لاني تو زي شويه تو تقربوا لي اكثر نوريكم شنو فيها اكثر، اما تو خلينا نحكي لكم اون جينيرال شو فما لاني عندك باش تتحكم في الكليماتيزور وكل، اما شنو فما حاجه ما عجبتنيش في الاكران هذا مش الجوده نتاعو مش المعلومات اللي فيه لكن الناحيه تاع البراتيك نتاعو. انت الاكران هذاك تحط الاكران هكا اي نعم باش توريني انت متطور في التكنولوجيا ولا انت متسبق حتى من ناحيه المنافسين من مقارنه بالمنافسين، لكن فما حتى فلسه وانا نتصور مستهلك التونسي ما تكرام فما حتى فلسه باش يقول لك فما شنو هي الكهرباء زي ما اصلا ما فهمت مش حتى مستهلك تونسي حتى المستهلك المتوسط والا المستهلك المستهدف خلينا نقولوا من الاخر المستهلك المستهدف، على خاطر المستهلك المستهدف ما كانش عنده مرسيدس اي كيو اي ما كانش عنده بي ام دبليو ما كانش مستانس بالاكران هكا الحكايه كلها اكران، دونك كان يعرف فلسته يعرف كاكران صغرون يشوف منه حاجات فهمت معناتها فما فئه مستهدفه في الحكايه. دونك هما كيما قلت لك ظهر لي حكايه تكرون تتكلف لهم اقل من انه يعمل لك فلس وهاي لمان وش اسمه كونسول كامله وكل، دونك حط له تابليت يتعلم بشوي بشوي بتبعتها الدنيا تطورت برشا. دونك الاكرون هذا فيه كل شيء حتى كليماتيزور حتى كاميرا كل شيء لهنا، اما الاكرون هذا ولا التابلت هذه فيها المعلومات نتاع الشارج معلومات نتاع السرعه نتاعك معلومات نتاع الرينج معلومات الوقت السخانه قداش ماشيه الكهرباء فهمت المعلومات اللي كنت ترى فيها فك زوج دور ترى في اي كهرباء عاديه. وشنو الحاجه الباهيه زاده واللي هي الضحك بالكدا واللي هي من هنا تبديل الفيتيس نتاعهم ماشي من هنا، وانا ما تحسهم يحبوا يقلدوا مرسيدس وانما تبديل الفيتيس من هنا هكا جوست هكا بالوحده هذيا معناتها تبدل فيتيس بي ار بي ان ار دي معناتها من هنا معناتها برسمي هذه حاجه باهيه برشا واصلا حتى تسهل لك حتى كهرباء صغرنا فهمت تبدا تسوق هكا وتبدل بسرعه فهمت معناتها حاجه عمليه اكثر. وبالنسبه للفولون نتاعها من هنا مش خايب فيه البيانو بلاك فيه شويه فلس باش تبع فيها من هنا واللي هي حاجه باهيه عم نحكيكم انا قبل نحكيكم على الفلس اللي مع الاكرون. دونك لهنا عندنا فيه تاع التليفون الريجيلاتور دو فيتاس تاعها ماهوش ادابتاتيف ما فيهش ليميتور جوست ريجيلاتور هكا هاو معناتها سامبل على الاخر عندنا ونتاع الراديو باش تبدل الراديو نتاعها هاو كيفاش من هنا توا قال لي حطيت ميوت انا من هنا اي عادي صار عندنا كان فلسه نتاع الميوت هكا هاو الميوت معناتها باش تنحي الحس ضربه واحده هكا هاو الاكرون شو اسمه الفولون مقود القياده مغلف سيمي ليكوير بالسيربيكوير
بالرسمي ما قصروش بلا كدا. الفينيسيون من هنا مانيش نقول لك كوير، بلاستيك بلاستيك معناتها تحس الجوده نتاعو متوسطه، هذا كيما هذا يتحرك شويه، اما حاجه عاديه ما نتفاهموها بكره كيف من هكا ومن ماركه كيف من هكا، فهمت؟ اما مش خايبه بالكل. على فكره بالنسبه للسيكوريتي فيها زوز ايرباجات اكاهو، ومن هنا اغسل من هنا استعملوا بيانو بلاك مره اخرى، اه بيانو داير بالفتحات التهويه اللي زارت ارتاحوا، من هنا عندنا كارت كلينيتون نتاعها ليزيكرون تاعي شويه تقربوا لي نحكي لكم عليها ما تخافوش. باهي لهنا عندنا القشره تاعها صغرون حاجه عاديه على الاخر منتظره، وكي كله بالبلاستيك هكا. من الفوق عندنا من الفوق عندنا دو بلافونيه ال اي دي صغار على الاخر، صغار على الاخر على الاخر كي دور، عرفت الدوره صغيره دوره صغيره، 1 سنتيمتر شعاع 1 سنتيمتر شعاع. ومن هنا ايش عندنا؟ مش توا بانوراميك اوفرون، وانما توا بانوراميك اكاهو، اي نعم في كاتيجوري كيف من هكا عندك التوا بانوراميك. ما تفهمنيش بالغلط، مش معناتها يتحل ما يتحلش، اما جوست هكايا باش يدخل اضاءه اكثر كهرباء، بما انهم حتى هما زاد البلافونيه نتاعها صغار بالكدا. اما بخلاف الحكايه هذيك تحسك ان انت في كهرباء بالرسمي فخمه فخمه. تو شوف انت كونتر بورت مغلف، واحده كيما تاع مرسيدس دي زيكرون توا بانوراميك، راه بالرسمي مانيش قاعد نعفي بلستي الشركه بالرسمي، معناتها ما عندي حتى المصلحه من نعمل بلستي بالبيعدي، مانيش تصور في تونس. اما باش نوريكم انه هما كي يحبوا ينافسوا ينافسوا، راه حتى وانها تكون ماركه جديده تحب تنافس وتحب تفرض روحك تفرض روحك، كيما قلت لك موجوده في الاتحاد الاوروبي. هذا كله بالنسبه لهنا. اما تو باش نحكيو على هذا لسه تقرب لي اكثر، اقرب لي جيو تو الاكران هذا باش نفسر لكم شنو فيه. باهي اول حاجه احنا باش نوريكم كيفاش يستقبلك ساعه هو ما يستقبلكش، يقول لك تول ادخل الدار. باهي عنا من هنا عندك من هنا عندك هنا عندك من هنا الكاليتي نتاعو الحق انا سمعتها 8 على 10 ماهيش واضحه بالضبط بالضبط، اما واضحه معاك معناتها ماهيش شكل حاجه البيرفكت، اما مثال تمشي تمشي الحال. باهي عندك من هنا هو ما عندك من هنا سياره، عندك من هنا ذبابه حتى شوف حتى الفلوس تاع الذبابه من هون، الذبابه تاع البلار قدامي كلماتيزور، الذبابه تاع البلار الثاني تحل المال من هنا، وعندك الميوت والفوليوم من هنا. باهي نجي احنا هوم من هنا، احنا ديجا اوريدي في الهوم، دونك لهنا عندك هكا قال كليك موتور نستناه واش يعمل، ما عمل حتى شيء هكا وجيت تقول لك ليك موتورك هو ايش يعمل داي ورنينج. اه دي تاع الخريطه دي، آه الخريطه مازالت ماهيش مبرمجه فيها، ماني قلت لك كهرباء جديده مازالت حتى معناتها ماهيش مستعمله، فهمت؟ لهنا عندك تاع الذبابه تاع البلاد قدامي قلت لك كيما قلت لك عليهم. باهي لهنا نجيو للسياره، نجيو للسياره عندك لهنا برشا حاجات باش تتحكم فيهم، عندك تنجم تتحكم في الكود وال معناتها شو اسمه الكود وال والفار، والا عندك الامر اوتوماتيك دفي شفت من هنا ديجا هما كي تشوف الكل متحكم فيه من هنا راهو، فهمت؟ معناتها انت باش تحل باش تعمل كود لازم تمشي للاكران، كل شيء بالاكران معناتها ياسر فما اقتصاد برشا حطوا كل شيء في الاكران. الفوق لايتس من هنا ديجا هي ما فيهاش فوق لايتس، دونك هو جوست قال فوق لايتس هكاهو، دونك لهنا عندنا سكرين برايتنس هذايا اللومينوزيتي، ومن هنا عندنا السيستم سيتنج واللي هي عندنا من هنا اللي فيها الواي فاي كهرباء خاطر فيها واي فاي وفيها البلوتوث هذيك هي. دونك عندنا من هنا الساوند باش تحطوا كيفاش تحبوا انت الفوليوم وكيفاش تحب الهاك وتحبوا يمشي، شفت كيفاش والله يعمل يعني فازات باهيين اقسم وين تحبوا يمشي بالضبط، تحركوا انت حسب الكرسي والستوراج، والستوراج تاع الكهرباء الستوراج تاع الاكرام تاعها حاجه عاديه، والسوفت وير تاعها هذه الفيرسيون تاع الاكرام تاعها، واللام واش فيها الانجليش والاسبانيول والفرنسي، دونك فيها الفرنسي دونك حاجه باهيه برشا كيما قلت لك خاطر هي تبيع في فرنسا هكا بدل جست في ساعه ما بدل لك شفت في ساعه ما يبدل. دونك لهنا وعندك من هنا كي ترجع تقول عندك لهنا لي مود دو كونديت نتاعها تنحكيو عليهم هذاك من بعد في التجربه القياده نتاعها. باهي نجيو من هنا هكا خلينا نرجع لكم هكا باش نبدل لكم البارامتر نتاعها من هنا اللون خرجها انجلش. وبالنسبه توا مثلا توا باش نخدم الكهرباء ونحط لكم ال صحيح تو خدمت لكم الكهرباء. تو نجيو من هنا هكا شفت كيفاش شعلت بي من غادي، شفتوا كيفاش شعلت بي من غادي، نجي نعمل هكا اير اهاي، انا دوما نزل اير يجيني يحط الاكرام تاعها. الكاليتي نحتاجها 6 على 10 واضحه وفهمتني ولا، وكي تحرك الفولون شوف انا تو نحرك الفولون يتحرك الخط معاها، اما هاو كمان شكلي واضحه على الاخر على الاخر، وما عندك كان فيو واحد هكا هاو. تو انا نرجع نحط بي باش تحط بي تنزل على هذه طوله بالرسمه دي فاز بها وتحل المال تنجم تحله من هنا، وعندك بلوتوث بطبع فيها. نعاود نسكرها ونعاود نعاود باش نحلها وباش نوريكم الاكران هذايا. الاكران هذايا كيما قاعدين تشوفوا فيه ايش عندك؟ عندك على اليمين بي ار ان دي، وعندك راديو، عندك كيف الموديكو، عندك الفرن امام تاعها مهزوز، عندك الرينج نتاعها قال لك 229 كيلومتر. اخذ صور لك واحده نتاع البنزين هذيك مازالوا ما عندهمش الرسمه نتاع الالكتريك، صوروا تاع البنزين. عندك قال لك المال محلول للباب القدامي على اليمين، الباب التلاني على اليمين محلول، وعندك على الازار السخانه تاع الكهرباء والوقت والكهرباء قداش ماشي ماشي 21 كيلو متر، شكون حتى السبته شكون لي. باهي لهنا باش تحكم غادي ما عندك معناتها ما عندك فاش تحكم غادي جوست باش تبدل هذاك هكا هاو. دونك من هنا هكا باش تخدم السيكلاس تاع الكهرباء، شوفوا السيكلاس تاعها
معناتها عادية على الاخر عندك قال لك الضوء يشعل مغادي وهذيك هي بالنسبه لل 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 للاكران هذايا نتاع الكهرباء باهي. هذا بالنسبه للاكران تاعها وهذا بالنسبه للكشاية نتاعها نتعدي ونسوقها. حاجه برك خلينا نوريكم من هنا ما غير ضوء ما فما وكاسحه بالرسمي كاسحه خشينه شوف خشينه بالرسمي كاسحه حتى من هنا عندك المرايه ما غير ضوء. المهم هم المرايه انت قلت لك الاول على العمليه اكتب انها تكون حكايه ديزاين. وهذا بالنسبه للداخلين هاي نتعدي ونسوقها نحكيو على الموتور شنو هي المواصفات المحرك نتاعها قدام به. تو نبداو بالتست درايف نتاعنا بالنسبه للكهرباء نتاعنا بالنسبه لليوم. اول حاجه باش نخدموها تنزل على سيبون الكهرباء تو خدمت تنزل على الفلسكه وبس بدل الفيتيس كما قلت لك كما تاع المرسيدس من هنا عندك الار والان والدي والبي. تو هنا راح نحطوا دي هي تشعل لك مغادي ونبداو بسم الله. به اول حاجه ما حبيتش نحط لكم الميكرو على خاطر حبيتكم تسمعوا كل الاصوات. اما باش نسكر توا جوست الشباك هذا الشبابك نتاع امبيلسيون باي ذا واي نسكر الشباك هذا نحبكم تسمعوا كل الاصوات اللي فيها فهمتني نحبكم تسمعوا كل الاصوات اللي في الكهرباء اما سسبنسيون من حس الموتور ولا حاجه. باهي اول حاجه اللي لاحظوها اللي هي رغم انها الكتريك وانها فما حس موتور لاحظتوه معايا. هذا الحس موتور ممكن تقلق منه ولكن راهو عملي برشا عملي برشا على خاطر كي تبدا الكهرباء تدور في وسط البلايات صغرونا هكا في وسط زنقه تنجم انت تتعدى ما تسمعش فما الكهرباء تعديت وحكايه تنجم تكون تسبب حادث وتسبب حادث يعني معناتها حادث كبير على اللي قدر فهمت. دونك اوك علاش الصوت هذا اللي تسمع فيه ممكن يقلقك لكن راهو مهم برشا. نحكيو توا على الموتور نتاعها الديريكسيون نتاعها خفيفه برشا وتدور بالقدية دور تعطيك تعطيك مارج تعطيك اونجل تاع دوران باهي برشا مش خايب الكل. دونك هكا دونك لاني خدمت تراكشن كنترول تاعها. دونك بالنسبه للسيكوريتي احنا نبداو بها فيها لابيس فيها تراكشن كنترول فيها ديز فيها دو زيرباك وفيها ريجيلتر فيتاس اما ريجيلتر فيتاس العادي على الاخر باهي نجي طول الموتور تاعها. بالنسبه للموتور نتاعها بالنسبه للموتور تاعها فيه طلع 109 حصان و158 نيوتن متر من العزم. مش تقول لي واو 109 حصان في كاتيجوري كيف نادي حاجه باهيه برشا اما ما تفرحش برشا علاش على خاطر 109 حصان في كاتيجوري كيف من هكا لا 109 حصان في كهرباء الكتريك ما تتمها حتى على خاطر ميزانها رغم الكاتيجوري نتاعها 1200 كيلو 1200 كيلو في كاتيجوري كيف هكا راهو يتسمى برشا برشا خاطر الكاتيجوري هذه تخدم ثانية 100 900 كيلو. دونك هذه 1200 كيلو علاش 1200 كيلو على خاطرها كهربائيه وكي تبدا كهربائيه البطاريه تاعها الليثيوم ايون الليثيوم ايون هذوما بطاريات رزان. دونك الحكايه ماهيش مشكله هذيك هاو مشكله كل سيارات كهربائيه او علاش السيارات الكهربائيه كلهم تلقاهم رزان وفرد مره قويين برشا في البيسونس نتاعهم. دونك من 0 ل 100 في 12 سكوندا اما لهنا بالنسبه للمدى القياده نتاعها 400 انت كيف تقرا في الفيش تكنيك نتاعها باش يقول لك راهي 400 كيلومتر اما نقول لك 400 كيلومتر هذيك انساها علاش على خاطر باش تقراها باش تلقى بحثها سي ال تي سي سي ال تي سي واللي هي مختصر نعطيك من الاخر واللي هي وفقا للنموذج الصيني معناتها بالنسبه للاختبارات اللي عملتهم في الصين اكتشفوا انه المدى القياده نتاعها يوصل 400 كيلو 405 كيلو هكاك ولا هي 403 كيلو اما كي ولات تبقى المواصفات الاوروبيه وعملت النموذج الاوروبي اكتشفوا اللي هي توصل ماكسيموم 300 كيلو ما بين 280 و 300 كيلو كيما تو الطقس سخون هكايا. دونك انا سكرت الشباك خاطر ما نحبش هواء يدخل لهنا حليت لك تحل الكليماتيزور الكليماتيزور تاعها قوي ما شاء الله وفي 7 درجات باهي بالكدا يتسمى. دونك باهي بالنسبه توا لل قلت لك بالنسبه لبدل القياده نتاعها 300 كيلو اما ذي بالنسبه للنموذج الاوروبي باهي من توا كان كهرباء تجي لتونس والكهرباء كان تجي البنيه التحتيه كيما تاع تونس وقتها باش تبدل زاده باش تبدل وانا برايي باش ينقص على خاطر البنيه التحتيه نتاعنا كسخانه كحراره ككياسات كاستعمال مش كيما السوق الاوروبي بالكل. دونك بالنسبه لاستعمال السوق التونسي نصورها ماشي بصوت 250 270 كيلو. دونك دونك وعلاش ماشي تفوت 250 270 على خاطر البنيه التحتيه نتاعنا ما تسمحش خاصة عندنا سخانه عندنا كيسات مش كيف الكل به من تقول لي كيفاش 250 كيلو تو هذه كهرباء 250 كيلو لهنا فما حكايه لازم نفهمها لازم نفهموا اللي المدى تاع القياده تاع الكهرباء راهو ماهوش حاجه اكلي انا نزل ناقه 250 هوني معناتها ناقه 250 في السودان ولا 250 في كهرباء كبيره على خاطر استعمالك للكهرباء يفرق برشا في المدى تاع القياده نتاع الكهرباء. اوك علاش انت كي تحب تاخذ كهرباء كي تحب تاخذ سياره كهربائيه لازمك تشوف شنو استعمالك بالضبط كي تقرر استعمالك بالضبط تقرر تعرف اسكو مدى القياده يناسبك والا لا مدى القياده نقصد به الاوتونومي واللي هو الرينج باهي. انا برايي بالنسبه للكهرباء هذه موجهه زوج فئات لا اكثر فئه الاولانيه نتاع عائله صغيره يدوروا في وسط البلاد في وسط البلاد في النهار ماهمش يفوتوا 250 300 كيلو ماكسيموم ماهمش يفوتوا حتى 100 كيلو نتصور في وسط البلاد والا الحاله الثانيه عندك ترجي محدود تعمل فيه كل يوم لان عندك ترجي محدود تعمل فيه كل يوم الترجي هذا نجم يكون تونس زغوان حمامات حمامات سوسه تونس بنزرت فهمت الترجي هذا ماهوش يفوت 250 كيلو في المجمل معناتها ماشي وجاي هاكا تشارجيها كل يوم باهي. هذه بالنسبه للاستعمال وبالنسبه للشارج نتاعها عندك زوج حالات يا اما تشارجيها في الدار
تسد 8 ساعات شحن الباتري، والا تشارجها في الكيوسك اللي عندهم شحن الشحن السريع شارج رابيد، واللي هي تشد 3 سوايع ونص من 30 حتى 80%. والاوتونومي كما قلت لك، اما الاوتونومي زاد راهي تفرق على برشا حاجات، ومن الحاجات هذوما تفرق بالمود كونتويت اللي تحطه. بالنسبه قلت لك كبيره الكرام تاعها في كل شيء، حتى المود كونتويت نقاو من هنا اغزر من هنا توا محطوط في المود كو. انا توا كنحط مثلا المود ستاندر حسيتها اكثر اقوى شويه كهرباء، شوف من هنا قبل ما نخرج حسيتها اقوى شويه كهرباء، فهمت؟ اما تو انا كنحط المود سبور، وليت تو تعطي فيه 109 حصان، اما زاد ماهيش راكحه برشا في الكياس. شفت التراكشن كنترول نحسه ما يدخلش بسرعه، نعطيكش ثقة برشا في الكياس الصراحة. وأنا تو المرة هذه نجربها الحقيقة، مثلا تو احنا كي نحبوا نجربوا احنا مثلا تو الفرناج تاعها، الفرناج تاعها مش قوي بالكل، رغم أنها فران ديسك من قدام ومن تالي، الفرناج تاعها مش قوي بالكل، أنا مثلا نعاود نجري بها ونحاول ناخذ قدام الدودا، فهمت؟ يعني الفرناج تاعها مش قوي بالكل صراحة، هذا خيب لي ظني، معناتها كان فما حاجة ننقدها في تجربة القيادة تاعها هي الفرناج نتاع الكهرباء. وبالطبع راهو المود سبور زاد عامل كبير زاد في المدى القيادة نتاع الكهرباء، عامل كبير بالدين. مثلا كي تحط أنت مود سبور، وأنا تو مثلا تو حاط مود سبور وحاط كليماتيزور، معناتها مش نستنى أنا باش تفوت لي 200 كيلو، راه حتى كان في النموذج الأوروبي، معناتها اللي حبيت نقوله لك اللي مدى القيادة مش قلت 300 كيلو في أوروبا، معناتها أنت برا عمل ما تعمل باش تشد 300 كيلو، لا باش تزيد حتى 100 كيلو، تجري بها برشا، تركب عائلة، تعمل برشا باجاج، تحل كليماتيزور 100 كامله 100 كيلو تسمى بالكزي، ما فهمت؟ معناتها الحكايه راهي تفرق على استعمالك، تعرف شنو هي استعمالك، تعرف شنو هي تعمل. وحاجه اخرى نسيت ما قلت لكمش في اول 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 فيديو، اللي هي كنت تحب تهبط سياره كهربائيه من برا لتونس، تحب تهبطها، تحب تعرف كيفاش تهبطها، معناتها انت تهبطها نتاعك، كي شنو هي القوانين وشنو هي الاوراق وكيفاش تمشي، كل عندي فيديو باش نخليه لك توا في السوجيسيون في الاقتراحات، تفرج فيه تعرف شنو هي اللي بالضبط، هذاك الفيديو ينفع بالكدا. وكان عندك اي سؤال مرحبا بك. هكا نكونوا كملنا الفيديو نتاعنا بالنسبه لليوم، ان شاء الله تكون استفدت وان شاء الله تكون استنفعت. وكان عندك اي سؤال مرحبا بك في التعليقات في الواتساب على اي حاجه وكل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.